ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي هنبدا الشوط الثاني. عملنا ايه في الاولاني؟ عملنا تتبيله لطيفه بسيطه، التتبيله التقليديه اللي حضراتكم بتحبوها للسمك البلطي. فكره ان احنا بس قلنا يعني نجيب السمك الطازه ازاي، السمك نفتحه بس فتحتين عشان التتبيله تدخل كويس، لو حجمه صغير ما بيبقاش محتاجين، بس المهم يقعد في التتبيله على الاقل ساعه. انا حطيت سمكه سمكه لانه الطاسه هنا مش هتساعدني انها تاخد الاثنين، فانا عايزاها كمان تتحمر كويس ما يقعدوش يخبطوا في بعض. بصوا بقى هنا الجزء اللي بقوله لحضراتكم اللي هو بيبقى فيه نسبه الدقيق، انا نزلت في الميه بس بصوا انا ضفت هنا، الله تسلم ايديكم، ضفت هنا في الميه بتاعتي اللي انا حطيتها تلج، حطيت تلج، مكعبات تلج زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. دي بواقي التتبيله، يعني شويه من التتبيله حطيت عليه شويه ميه وشويه ملح وزودت شويه بهارات سمك وشويه كمون والدنيا بقت جميل. هنا بقى بصوا المكان بدا ايه، هنا السمكه بصوا جوه تتحمر كده، بتطلع تحميرتها حلوه وجميله من هنا كده. حطيت بس كام واحده ليمون عشان الريحه بتاعه السمك ما تبقاش قويه قوي، شويه بيساعد على انه ريحه الزيت ما تبقاش قويه فيها قلي السمك القوي يعني. تمام بصوا اهو شايفين بتتقلي ازاي من هنا اهو. تعالوا بقى نبدا في وصفه ثانيه لطيفه جدا طلبت مننا، ودي بنعملها عشان خاطر مدام منال طلبتها مننا، بس انا النهارده مدام منال احنا هنعملها بالصبيط عشان احنا ما لقيناش الكاليماري البلدي لإقماع، يعني مره ثانيه ان شاء الله نعمله، لان نعمله لك على الطريقه بقى السويسيه على طريقه السويسه عشان بيعملوه بطريقه حلوه قوي برده جميله جدا، وبيبقى من ضمن الاكلات الرائعه، وبيسووا كمان معاه الرز بالخلطه الحلو ده وبيقدموه عليه. تعالوا كده نقول مقادير الوصفه بتاعتنا، هنحشي صبيط بحشوه لطيفه، نقول بسم الله ونقول المقادير بتاعتنا. عندي صبيط او كاليماري محشي، هي الوصفه دي تنفع للاثنين بس انا النوع اللي عندي النهارده صبيط. طيب عندي من الكاليماري، لو احنا هنجيب الصغير هتجيبوا منه كيلو او 2 كيلو على حسب ما حضراتكم حابين، انا جبت ربع كيلو من الجمبري ان احطه من ضمن الحشوه، تقدروا تحشوه برز وخضره ومتبلات بس. عندي كوبايتين ونص رز، بقدونس، كزبره، بصله مفرومه، 3 كوب من عصير الطماطم، ثوم مفروم، كمون وكزبره، ممكن رشه كاري، ملح وفلفل اسود وملح. طبعا تعالوا بقى هنا عندي لو كان الكاليماري الصغير الإقماع البلدي لازم يكون فريش، حلو؟ لو هو كان الصغير البلدي مش هحتاج اسلقه، ممكن يتسلق في بعض الاوقات بس يعني هنديله تشويحه على النار لان احنا بنسوي جزء كبير من الخلطه دي. بس انا بما انه هو تخين والصبيط تخين شويه وسميك فانا هسلقه، هديله سلقه عشان ايه اطري، وبرده مش هطول فيها. الفرق بسيط بين الصبيط والكاليماري، الكاليماري شكله عامل زي القرطاس كده ولونه وردي ورقيق شويه مش تخين عشان كده بنعرف نحشيه، بصوا السمكه، انما الصبيط لونه ابيض زي ما حضراتكم شايفينه وله سلسله من العظم جواه لازم نشيلها، بتتجفف وبيعملوها اكل العصافير عارفينه، هي مصدر غني بالكالسيوم على فكره، بياخدوها الاكل العصافير، بتبقى جوه هنا بنشيلها تبقى عامله زي حاجه شفافه بيضه كده بس ناشفه شويه. فده الفرق بين الاثنين، يعني الكاليماري الصغير البلدي الرفيع لونه الرقيق، عشان كده بقول لحضرتك ممكن ما يحتاجش التسويه في السلق لو احنا مسويين الخلطه، نص تسويه وهنحطها بنكتفي بس نشوحها ونعمل له صوص طماطم ويدخل الفرن، ياخد له بتاع 10 دقايق في الفرن و10 دقايق بره كده تمام قوي استوى، عشان ما نضغطش عليه عشان ما يمطش ويبقى مش لطيف. بصوا السمكه ما شاء الله اهي قدام حضراتكم، هوريكم الثانيه وانا بحطها، بس ايه خلينا الاول هاخد شويه الجمبري دول هفرمهم بايدي كده، انا هشيل الدقيق ده لان مش هحتاجه اكيد ان شاء الله باذن الله، واسمحوا لي هرفع كده بدي شويه الكام ليمونه اللي خدوا اللون دول مش عايزاهم، وهحط غيرهم علشان ايه يبقى الدنيا جميله. خلاص بصوا الزيت مش مرصب، وهوريكم مش مرصب ليه برده، وخلوا الزيت ده اهو كده، ابص بصه بس كده مع حضراتكم في السمك
باقي لها هسه اهو. بصوا بصوا الجزء اللي احنا قلنا عليه قرمشه بقى جميل ازاي اهو، وما احلى السمك اللي في البيت ده. طيب هاخد كده شويه الجمبري دول، وهاخد كده الكاتنج بورد هنا، بسم الله هفرم شويه، وانا مش هسوي الجمبري ولا حاجه. ليه مش هسويه؟ انا هحطه في ضمن الخلطه عشان هو هيتسلق، مش عايزه اديه سوى زياده. بصوا كده احنا بس بندعمه معانا عشان واحنا بنحشي تبقى الدنيا جميله. ده مفروم شويه بيبقى حلو مع الخلطه دي قوي بصراحه، تحسوا كده انها خلطه جميله. وفي ناس بتحب تضربه في الكبه تنعمه كله ويرملوا الكاليماري ده يحطوه في ايه بالقمع بتاع الكريم شانتيه، بيحبوه كده زي المعجون برضو، ده لطيف. لكن انا بحبه حشو، حشو ظاهر، بحب احس الحشو فيه كده. تعالوا بقى نقول فوائده. فوائده كتير جدا، عايزه اقول لكم اولا هو حلو جدا للناس اللي عندها فقر دم، وكويس للعضلات وللمفاصل الهشاشه كويس جدا، وبيحمي الجسم من الالتهابات. عايزه اقول لكم صحه الاسنان واللثه مهم ليها، حاجات كتير. وناس كتير بتقول انه بيقي من السكته الدماغيه، يعني سبحان الله. كمان مفيد قوي للجهاز العصبي، بسم الله، وبيحمي من الزهايمر. تعالوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزه اقول لكم في كميه فيتامينز، وحلوة قوي للاوعيه الدمويه ولصحه القلب، مهم جدا. تعالوا كده بقى ناخد السمكه. بصوا انا هعمل ايه، شايفين السمكه نزلت هنا اهو اهو، بس خلاص ابعد بس عشان البلوزه ما تطلعش عليها زيت. هاخد كده نرفع بقى ده، وناخد ده كمان ونوديه هناك، وشايفين الزيت بالراحه شويه شويه كده، شايفين الجمال. تعالوا بقى انا هنا انضم بس الجزء ده، هاخد ايه بعد ما قطعنا الجمبري الحلو ده، هاخده كده نحطه بقى مع الخلطه. نجيب بوله بقى، بوله جميله كده فاضيه نظيفه، ونبدا ايه ناخد البوله دي ونبدا نعمل فيها الخلطه. بسم الله ادي الخلطه. هاخد الاول بصل وثوم على النار هنا، خليني احط دي هنا، بسم الله، واحط هنا الطاسه دي. هنشوح بقى في شويه من الزيت. عندي البصل والثوم، ان شاء الله حضرتك تعمليها يا مدام منال وتعجب حضرتك جدا. حط البصل ومع الثوم، وخليني طبعا ممكن ننصنص البهارات. دايما بحب البهارات حتى في المحشي احط جزء مع الخلطه وجزء بعد ما اقفل، يعني بعد ما يبقى الخضره اتحطت فريش احط بقيه الجزء الثاني، بتدي كده طعم وريحه رائعه. اهو من التوابل بقى بتاعتنا الرائعه دي، كزبره، كمون، بهارات سمك، كمون اهو، شايفين ازاي؟ نشوح بقى كل ده مع البصله بتتطعم بيها، زي ما بنعمل صينيه بطاطس، بنعمل اي حاجه لازم ندعم البصله دي مع الخضار. البصله دي وانس انها اخذت الطعم هتلاقوها طعمها رائع في الاكل، وهي بقى كل ما الاكل يبدا ياخد من بعضه تبقى بتدي هي بقى كل التوابل دي، كمان التوابل ريحتها بتطلع بتتشوح كده وبتتحمص، تخلي كده ريحتها وجمالها يظهر في الوصفه.
كل الهنود باكستانيين معظم الناس اللي بتحب التوابل الكتيره الغنيه يعني البلاد دي الدول دي لازم تحمص البهارات والتوابل والحاجات الحلوه حتى في المخللات اجار الليمون اجار المانجا الحاجات دي لازم يدوها التحميصه يطلعوا ريحتها وجمالها كده. بصوا هناخد كده انا مش هحط الجمبري الا في الاخر خالص انا مش عايزاه يأستك معايا. تعالوا بقى ناخد هنا شويه من الرز دي دول كفايه هنقلب كده شويه الرز دول مش هحط الخضره الا في الاخر خالص انا مش عايزه الخضره تستوي انا عايزه احس طعمها. هاخد شويه من عصير الطماطم بسم الله تعالوا نقلب كده الرز ما تنسوش طبعا الملح والفلفل بسم الله الرحمن الرحيم. كده بضغطة بس لقيتها طالعة لفوق كده واخدة حقها قوي. طيب نقلب تقليبة حلوة طبعا مش هسيبه من غير سوائل. لو عندي بقى شوربة مرق جمبري مكعب مرق شوربة سمك عظم سمك هسقي شوية اخد كده شوية صغيرين بسم الله هديله بس نص ايه تشويحة في شوية المرق او المية دول بس وبعدين هبدا احط عليه بقيه الحاجه لانه هيتسلق فانا مش هسويه جامد ولا نص تسويه يا دوب حبه صغيرين بس. تعالوا بقى هنا نحط شويه الحاجات الحلوه بقى اللي باقيه بقيه البهارات والحاجات اللي نصنصناها حطينا جزء منها وما حطيناهاش كلها اهو اهو كده ونقلب كده تقليبة حلوة شايفين ازاي المرق هنا عندي بوكلي جارني حاطة فيه جزراية عود كرفس بصلاية ورق لورا الحاجات الحلوة اللي حضراتكم شايفينها دي في المرق. بصوا كده شيل بس دول هنا المطبخ كده شايفين ازاي ايوه اهي معانا. هنبدا بقى نعمل ايه هنبدا نحشي وبعدين هنحطها في انا مشغله النار عليها بالراحه حاطه فيها ورق لورا حاطه فيها الحاجات اللي هي منكهات جميله كده خلاص. وهنا بقلب كده شويه شويه بصوا شويه شويه اهو الريحه طبعا روعه. هاخد كده بوله كبيره بسم الله هجهزها هنا اهي انا عندي واحده جاهزه تمام هحط فيها الجمبري بسم الله اللي احنا قطعناه اللي انا عايزه اضيفه هنا وهاخد الخليط ده يلا بينا شوفوا نشف ازاي اهو هنحطه بقى في البوله يلا نروح هناك بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد كده اللي هيتبقى ده تقدروا الرز زياده ده تسووه عادي رز عادي زي ما بنعمل كنا زمان في خلطه المحشي. هقلب مع الجمبري وهاخد الخضره كل انواع الخضره الحلوه اللي عندي بقدونس وكزبره ولو في شبت هنحط كمان وهنقلب تقليبه حلوه كده بسم الله الرحمن الرحيم اهي شويه زيت زيتون شايفين اهو رشه ملح بسيطه شايفين خلطه جميله ازاي فيها جمبري وفيها كل حاجه. تعالوا بقى نقفل كده نحشي بقى يلا بينا.
ونشوف بقى هنا كمان السمكية خلاص تمام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله أهي. شايفين السمكة مقرمشة ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال؟ بنأكد بس. هنقدمها دلوقتي على طبق فيه ايه شوية حاجات. خليني بس انا بما ان عندي شبت بقى لازم الشبت ده شوية كمان حلوين كده. الشبت لازم مع الاسماك شوية شبت مع الخلطة دي بقى. الله اكبر يعني ما شاء الله يعني هتستمتعوا بيها. دي طريقة وهناخد من روح الايه حبايبنا في السويس برضو حاجة كده ان شاء الله ايه تطلع الوصفة يعني على ذوقهم. طيب هاخد كده بقى بسم الله الكلمات الصبيت حطه هنا وتعالوا بسم الله نبدأ نحشي مع بعض. لو الخلطة سخنة هحشي بمعلقة مفيش مشكلة خالص وهقفل بيل تو سبيك أو بالخلل السنان أهي. خلي واحدتين تلاتة كده جنبنا يلا بينا بسم الله. ناخد الكبيرة الحلوة دي ما بنحشيش جامد قوي يا جماعة خلوه برضو ايه مرحرح كده زي الممبار لأنه هينفش وايه مش هنكبسه يعني. بسم الله شايفين ازاي اهو خلاص حلو الكلام. حتة الجمبري دي بس كده اهو نحشي الاول وبعدين نقفل اهو. دي محتاجة معلقة صغيرة. اوكي يا حبيبي بسم الله ان شاء الله مدام منال تجربيها وتقولي لنا رايك. بس ان شاء الله تلاقي الكاليماري كمان البلدي لانه هيعمل كميه حلوه. بصوا الجمبري اهو خلاص زي ما شايفين ما بكترش اهو. طبعا ده بيطلع بيتقطع شرايح كده بيبقى روعه شوفوه دلوقتي. بسم الله بسم الله اهو. في حشوات كتير بس طبعا لما بيبقى كده للناس المحبه للرز والخلطه والحاجات الحلوه دي بيبقى رائع. شايفين ازاي اهو شايفينه الله. نجيبه بقى هو مقطوع كده من فوق مقسوم يا سلام. لو اتبقى خلطه شيلوها في الفريزر ما تستغنوش عنها ما يجرالهاش حاجه. ولو عايزين تسووها وتعملوها رز وتقدموها تحته ما يجراش برضو حاجه. اهو بصوا كده بقفل كده بالخله وهنزله فين في البوكيه جرنيل اللي اتفقنا عليه عشان حضراتكم ايه تشوف. بسم الله 10 دقائق بس وبعدين نطلعه. هنديله بقى تسويه تانية كده مع شويه صوص مع شويه توم. هحتاج فصين توم كمان متظبطين ممكن تدوهم لي وانا اعملهم يا اولاد. بسم الله ثانيه واحده عشان دي بس طريه الخشبه بتاعتها ضعيفه. بسم الله هحط كده وهقفل كده اهو. بسم الله اهي هاخد تاني واحده كمان. بسم الله الرحمن الرحيم نزل سنه منها بس اهو هنعمل كده ونقفل هنا يلا بينا. بسم الله نشيل بقى دول ونقيه وننظف هنا. شايفين الجمال هينزل في البوكيه جرنيه 10 دقايق. بصوا بيقفل على نفسه ياخد بس عشان جلده تخين. احنا اتفقنا ان ده صبيط وليس كاليماري. كاليماري بيبقى لحمه خفيف بيتحرك. طب يا بيجري ازاي ده بيجري يا لينا. حطيت من تحت الحوض. طيب بصوا بقى تعالوا نعمل شويه. احنا معانا وقت قد ايه يا حبايب؟ نلحق نعمل فيهم شويه سلطه الطحينه حلوه ولا ايه؟ عايزين مني ايه يعني؟ حضرتك بتقولي كده يا فندم يعني المفروض انا اعمل ايه يا فندم؟ قرار لمين سيادتك؟
قوي. ماشي ماشي. طيب خلاص انا هستسمح حضراتكم، هنطلع استراحه، هنرجع نعمل سلطه الطحينه جميله. اهم حاجه استخدموا فيها ميه سخنه، انا بسخن شويه ميه ليها وهرص السمكات بتاعتي دي، وتعالوا نجرب سلطه الطحينه ونشوف هنعمل وصفه حلوه بس هتعتمدوها ان شاء الله بعد كده باذن الله. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونرجع بقى استراحه نستكمل فقراتنا.